بسم الله الرحمن الرحيم. السادة قاتني مستشفى ريا وسكينة. السادة المشتركين، السادة النزلاء، وأنا طبعا مدير المستشفى المسؤول عن كل النصايب اللي بتحصل. احنا اتفقنا خلاص ان احنا كلنا يعني مدمنين قصة ريا وسكينة، فبالتالي محتاجين مستشفى عشان نغير جو ونتعالج بالمرة. هنبتدي مع بعض الحلقة 10، رقم 10، وفكرك الحلقة رقم 9 كانت في عنبر، بلاش حلقة بقى نقول عنبر 10 وعنبر 9. فكرك بعنبر 9 كان اللي هو عنبر العقلاء، كان في ايه؟ كان بنقول في ايه؟ تمام ماشي. قلنا يا سيدي اما الحاج عرابي حسان انضم للهيصة دي بتاعت ريا وسكينة، فقال لك بس ده الضلع الخامس في مربع ريا وسكينة وحسب الله والأستاذ عبد العال. وبات معروف للجميع في باب سدرة إن هما والفرهدة وسوق الجمعة كمان وغيرهم من حارات اسم شرطة اللبان إن الحج ده عبد العال، إن هو عربي حسان، إن هو فتوة الهمام بقى رسمي خلاص لزق فيهم وبقى ده الرسمي بتاعهم، وان ده هو الحامي بتاع البيوت اللي بيدروها للمتعة المحرمة. وده يا سيدي اللي بيأدب الزباين، الناس اللي بتسكر والناس اللي بتعمل مشاكل، وهو اللي بيرهب الجيران المعترضين اللي بيقعدوا يقولوا له ده رايح فين وده داخل فين والكلام ده كله. وبقى بالوضع ده يكفل للبيت استقرار جميل جداً، يهيئ له الجو ويمكنه من أداء دوره من دون حتى تدخل الشرطة، لأنه بيحلوا مشاكلهم ذاتي كده والعملية ماشية أوتوماتيك وزي الفل. وفكرك إن هما فين؟ في باب سدرة. قبل ما أقول باب سدرة برضو هفكرك عشان تبقى عارف التسلسل، كانوا فين في الأول؟ في كرموز بيت الخواص، وبعدين من البصل اللي هو كفر الغاطي ده ولا الغيتي ولا العاطي اللي هو كان قريب من كم الشقافة، وبعد كده اتكرشوا بسبب سكينة، راحوا فين؟ باب سدرة. تمام. وبعد كده أجر حسب الله وريا بيت المسكوبين، بلخص لك في ثانية كده، اللي هو قريب جدا من باب سدرة. بعد كده انتقلت سكينة ومحمد عبد العال إلى بيت المسكوبية يعيشوا مع ريا وحسب الله بعد شهرة البيت اللي جت على ايد حسب الله وريا. وتعرفوا في الوقت ده مين؟ عرابي حسان. وقلت لك عرابي حسان موقفه بقى ايه دلوقتي، وفضلا عن انه مجرد اقتران البيت باسم يدوب يقوله عرابي حسان، قال لك بس ده البيت ده محمي وزي الفل وكل شيء تمام هناك، وده كان بيخلي الناس تتشجع ان هي تتردد على البيت وهم مطمنين جدا. يعني يقول له لا، واحد يقول له تعالى نروح مثلا لبيت فلان، يقول له لا لا لا، روح بيت اللي فيه عرابي حسان اللي ماسكه بتوع ولادها علي همام، ولا بتوع ولاد همام اسمهم، او ساعات يقولوا ريا وسكينه، هناك هتقعد باشا ولا تتعرض لمضايقات ولا تتعرض لاي حاجه، ولا الاطفال هيمشوا يشتموك ولا حد هيغلس عليك في اي حاجه. فقد كان عرابي يمد البيت بوافر من الزباين، لان عرابي معارفه كتير، فكان بيمد البيت بقى فوق البيعة. يعني هو مثلا عارف واحد صاحبه او اي واحد معرفة يقول له تعالى ده انا في بيت كذا كذا، انا الفتوة بتاعه، لو عايز تروح يعني سوري يعني تاخد لك بنت، هو كانوش بيقولوا بنت، كانوا بيقولوا مرة او كلام من ده، مع ان كلمة مرة دي في لبنان وفي بلاد مش عيب. المهم كان بيلم بقى ايه عشان يوري الناس او اصحاب البيت دول ان انا بقى عامل شغل مية مية، وان انا جايب زباين كمان اهوت. فكان بيجيب صحابه ومعارفه ويقول لهم كمان اللي عنده واحدة يجيبها، ما عندناش مشاكل، انت ما بتجيبش احنا هنجيب. وكمان هو نفسه كان عنده ستات مرافقهم او رفيقاته يعني الدائمات اللي كان لهم، كان له اصحاب يعني، وفي منهم مرافقهم وفي منهم ماشي معهم كده، وكان ماشي على الوضع ده بالطريقه دي.
وكان كمان عرابي بيصطاد ستات وبنات عبر جولاته اليومية في شوارع المدينة. يعني ماشي كده لقى واحدة بتتمرقع يعني بقى كده وبتتدلع وعايزة واحد يهشكها شوية، يروح جاي مصطادها. فكان بيسهل على ريا وسكينة جانب كبير قوي، يعني طلع الراجل ده مكسب بالنسبة للبيت. فكانت يعني ريا كمان وسكينة يقولوا ده انت سهلت علينا، يعني وفرت لنا يعني مجهود جامد كنا بنعمله علشان نسحب ستات للبيت، ده انت وفرت علينا وخلتنا نتفرغ لخدمة البيت ده وان احنا نعمل الشغل بتاعنا صح على اكمل وجه، وما بتخليناش نطلع بره البيت بدل ما نقعد نمشي ونغادر البيت ونروح هنا ولا نروح هنا، لا 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 ادي احنا قاعدين ومركزين قوي والبيت بقى في السماء، بقى مشهور جدا وماشي صح جدا. وكانت كمان ريا وسكينة بيعملوا حاجة. مالك بتحرك يا ريا ليه؟ سكينة قلقانة بتتحرك هنا بقلق كده، يعني البوليس زي ما يكون بيجري وراها مش عارف. معلش يا بنتي بقى الله يرحمك. المهم ريا كمان وسكينة كانوا بيعملوا حاجة بقى بخبرتهم برضو. تيجي واحد جايب واحدة بنت غريبة مش من اللي شغالة معاهم في البيت، تقوم تعمل ايه ريا وسكينة؟ بعد ما تطلع مع الراجل، الراجل بقى خلاص بيكون يعني ايه ماشي، هي تقول له مثلا طبعا اذنك انا ماشي او هكلم، او تقول لها هي تعالي بس عايزاكي في حاجة، انت ماشي يا استاذ روح مع السلامة، او عايز تستناه استناه، وتروح عاملة اجتماع مع اي واحدة جاية مع اي راجل هي ما تعرفهاش، واحدة ما تعرفهاش، وتروح عاملة اجتماع كده زي ما تكون ايه اتفاق سري معاها، وتقول لها انت لازم تيجي مرة اخرى تاني او مرة تاني عشان تتضمي، ده انا عندي شوية مزز ما اقولكيش، حاجة حلوة قوي وحاجة متظبطة قوي، عندي اشي حمرة وبيضة وخضرة وزرقة وشقرة وحمرة وجميع، وطويلة القامة وممشوكة القوام والديلو وسمراء اللون وبيضاء اللون، ويعني كل حاجة موجودة. فأنا عايزك يا بنتي عشان يبقى لك أكل عيش معانا، أنا عايزك تنضمي للستات اللي عندنا دول عشان يعني نغذي الرواد اللي جايين على البيت، السادة العملاء اللي جايين على البيت عايزين نظبطهم، والموديل بتاعك ده ناقص عندي شوية، عندي مثلا حاجة كستنائي وانتي يعني افتح شوية، فعايزين يبقى عندنا الدرجات كلها. فتقنعها وتحاول تقنعها عشان تثبت معاها بأي طريقة، وتكبر البنات وعدد البنات يزيد، يعني اللي هو شغال مع ريا وسكينة من الباطن او من بره البيت. وكانت يا سيدي نزلة ابو الليل، خلي بالك نزلة ابو الليل مش الليل، لا دي ابوه، يعني حاجة عالية قوي يعني مش الليل، دي ابو الليل شخصيا، هي اولى النساء اللواتي عقدت معهم ريا هذا النوع من الاتفاق السري، دي اللي وقعت في ايديها ووقعت لقضاها، ونشأت بينهم بحكم الجيرة في السكن يعني صداقة، هم قريبين قوي من بعض، فكان في كبرت بينهم صداقة جامدة قوي، ساعدت ريا على تنمية الصداقة دي بسرعة قوي، بما كانت تضيفه على نزلة من رعاية أمومية، لأن نزلة صغيرة، وبما كانت تفتح أمامها من سبل رزق، كانت بتفتح لها الدنيا، كل ما تشتكي لها شكوى من فقر من حاجة تقول لها بس تعالي ده أنا جايبة لك كذا وفي كذا وفي كذا، وتقدمها لمعرفها والجيران بتوعها باعتبارها ايه لازم يبقى في سين في الموضوع، باعتبارها خياطة ماهرة تؤدي عملها بسرعة وإتقان، يعني مثلا تقدمها لحد من معرفة تقول لهم بصوا دي خياطة، دي لوحدها مكنة بتخيط لوحدها بالكهرباء او بالبطارية. فالمهم وتقول لهم دي بتعمل شغل ايه نمرة واحد، وهو الشغل مش في المكنة، هو الشغل في البيت عند راي. وكمان تجيب بقى الزبون بايه، دي كمان اسعارها مش غالية، ده اسعارها رخيصة جدا، طبعا الزبون لازم يجي كافي على وشه. المهم اجرها صغير، وفي وقت الصداقة ده استطاعت ريا
ان هي تتعرف على الظروف القاسية جدا اللي تحيط بالفتاة الهوائية متقلبة المزاج اللي هي نزلة ابو الليل، فقد طال يعني جوزها طول في العيا قوي على فراش المرض، وفي نفس الوقت هو طول بس يعني ما يليقش بيها ان هي تتخلى عنه وهو في تلك او في الحالة ديت، يعني خاصة وقد يعني فرصتها صغرت خالص في الحصول على زوج بديل. فيعني مش عارفة تعمل ايه بعد ان تزوج عبد الرحيم الشربطلي من صاحبة المنزل، وفضلا عن ان معظم ما تربحه من خياطة الملابس كان يضيع على نفقات العلاج، فقد كان عرابي يا سيدي فقد كان عرابي لخبطنا في حاجة تيالي لا تمام فقد كان عرابي رفيق من النوع الذي يتشدد في الحفاظ على حقوق الرفقة، يعني مرافقها بس بيغير عليها ومشي عليها قوانين المرافقة ان انت مصاحباني يبقى تعرفيش حد غيري وفيه 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 وكذا، ومع ان غيرته الشديدة عليها كانت بتسعدها الا انها كانت يعني تتضايق بعد قيامه بواجبات تلك الرفقة، فهو يحوزها ويرفض ان تحوزه، يعني هي ما تعرفيش علي حد لكن انا اعرف عليك حد ده عادي، فكانت بتتضايق من الحتة دي تمام، ويمنحها من ان هي تخالط غيره من الرجال ده اساسي الى حد انه وصل الى ضربها احيانا لو رآها بتتحدث بطريقة يعني فيها دلع كده شوية مع اي حد كان يبتدي يتضايق، ووصلت مرة انه ضربها، لكن من الناحية التانية كان بيعطي لنفسه الحق في انه يخالط غيرها من النساء، كان ماشي فتوى وبلطجي في كل حاجة، واحيانا كمان من غلاسته يعني قدام عينيها يعمل حاجة زي كده او يمشي مع واحدة، ثم انه لم يكن يقوم باي واجباته كرفيق تجاهها، كانش بيعمل اي حاجة وهو ان ينفق عليها، بل وكان العكس من ذلك يمد ايده احيانا وياخد من فلوسها لو ما طولت، يعني لو الفترة بتاعت اللي هو قاعد من غير شغل طولت، كان في الوقت ده بيجيله شغل في المينا، معرفش انت كنت ماسك البيت ولا في المينا ولا فين ولا ايه، بس هو اما كان شغله بيقف او كمان ايراداته من البيت كفتوة بتتعطل كان بيبتدي يروح ياخد بقى فلوس منها او يبلطج هنا ولا يبلطج هنا، يعني لأي سبب من الاسباب ان الفلوس ايراده يقل كان بيعمل كده، ولم يكن عسيرا على ريا ان تتظاهر بالرساء او بالعطف الحال نزلة اللي هي عايشاه في الدنيا وحيدة من دون دخل يعني يحميها من 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 اي حاجة من الزمن يعني او مرض او ايا كان، والزوج مريض لا يكسب والعشيق متلاف وضايع وراح في داهية بياخد منها فلوسها وما بيعدهاش اي حاجة بل بياخد منها، وبدأت يعني تتذكرها بان واجبها تجاه نفسها يفرض عليها ان تقوم بعمل اضافي، يعني انت يا نظلة ما ينفعش كده انت لازم عمل اضافي عشان تصرفي على عرابي وعلى جوزك، والعمل الاضافي ده يعني هيريحك شوية وهتدخري منه فلوس عشان الايام ما انتيش ضامنة، لازم تشيلي فلوس على جنب عشان ما انتيش ضامنة الايام فيها ايه، وكانت بتقترح عليها دور لا ضرر في القيام بيه ولا يثير غضب عرابي الذي كان اللي هي كانت بترتعب منه او يعني بتخاف منه، والدور ده ما كانش بيتطلب مجهود استثنائي وهو ان تساعدها في سحب النساء الى البيت، قالت لها الدور ده اظن ده ما يخوفش حد ولا يزعل عرابي ولا يتعبك في اي حاجة، تعالي بس انت ساعديني في الستات اللي هنشقطها بالبلدي بقى كده، إذ كانت بحكم عملها كخياطة
ريا وسكينة شايفين ان دي فرصة كبيرة جدا ان هي تقدر خياطة، وبيجي لها زباين تقدر تخيطهم. فهي ايه، تقدر تصطدم الزباين دول اكتر من اي حد تاني. وكمان عايزاك يا نظلة، يا ابو الليل او ام الليل، ان انت الستات اللي بتجيلك لا مش تيجي تخيط وتمشي كده وتصطاديها بس كده، لا لا لا، في تخطيط بقى، تتعرفي على ظروفها وتدردشي معاها، انت جوزك عايش ولا ميت، انت كذا، انت روحتي، انت معاكي فلوس، انت فقيرة، انت غنية، عندك كم عيل، تعملي لها ايه، كشف حالة او اسمه استعلام امني، يعني تعملي لها استعلام امني وتشوفي الوضع ايه وتعرفي ظروفها، وتكوني على علم باسرارها. لازم تقربي من الضحية دي قوي وتكوني عارفة كل اسرارها، يعني الزقي فيها على الاخر. وعايزاكي بقى تديني تقرير كده في الاخر، ايه مدى استعداد البنت دي ان هي تقبل تشتغل في البغاء السري معانا او في الدعارة. واذا شفت التخطيط يا عم، واذا اتأكدتي من الاستعداد ده، فما عليكي اللي انت تبعتيلي ايميل تقوليلي، او تبعتيلي على الواتساب تقوليلي ان واحدة عندها استعداد تشتغل معاكي في البغاء السري، وانا هبعتلك منشن. بس كده، ادي الكلام، شغل على مية بيضة، شغل كله نت. وانا هقوم بالخطوة الاخيرة، انت تقومي بخطوة اخيرة وانا برضو خطوة اخيرة. خطوة اخيرة من عندك ايه؟ ان انت هتعرفيها علي، ان انت بس هتعرفيها عليا، ونقول لها بعد كده هي دي ريا اللي كذا كذا، ونفتحها بصراحة جدا في الانضمام للبيت بتاعنا عشان تشتغل معنا بقى خلاص على بلاطة، ونقول لها على كل حاجة، ولم تعارض نظلة في القيام بالدور ده، لان دور سهل فعلا. عارف كده زي اللي بيقولك اعلانات على النت، هتشتغل على النت من البيت ترد على الناس وتاخد فلوس، والاخر بيطلع كله نصب. ادي هتطلع نصابة زيها. وموضوع النت اللي على النت ده، ان انت تشتغل من البيت وترد على الناس وتعمل، بيطلع في الاخر اوانط. المهم نازلة ما عرضتش في القيام بهذا الدور. يعني هي اتكتمت، يعني بقت تكتم كده في الاول وتسكت، وساعات يعني تكتم، يعني مش عايزه تقول قوي للضحيه اللي جايه او اللي عندها، وساعات كانت تجي لها الناس عندها وتندفع تقول لها بعلانيه، ما كانتش يعني ايه لئيمه زي ريا، يعني كانت مدب شويه، تقول مره واحده مش عارفه تسايس البنت اللي جايه او كذا. المهم اتعلمت بعد كده. واذ كان سر بيت المسكوبيه قد زاع في انحاء الحي، لم يعرف احد من سكان حارة الفراهضة ما يحيط بها ويتفرغ عنها من حارات وازقة، يجهل انه يدار للبغاء السري. كل الحارات والدنيا بقت عارفة انه شغال في البغاء السري من كتر الناس اللي بتتردد عليه من رجال ومن رجالة من رجالة وستات غريبة. الغرب هناك داخل الحارة عارفين، بيقعدوا يبصوا عليه كده اوتوماتيك، ده على فكره ان هم هناك عارفين بعض. الغريب اذا دخل بيقعدوا يبصوا يشوفوه رايح فين، انت دخلت بيت همام، يبقى خلاص، يبقى عرفنا سكتك. وطبعا كانت ستات ورجاله رايحه جايه على البيت ده في اوقات كتير جدا، وتشككت في ادعائها بان هي تذهب الى البيت لتلقي من بمن تجلبهم إليها ريا من نساء يرغبن في تفصيل ملابس لهن أو لأزواجهن، مما اضطر للاعتراف لها بالحقيقة. ولم تعارض الأم فأن تساعد ابنتها ريا في سحب النساء إلى البيت، وإن كانت قد حذرتها من التمادي إلى ما هو أبعد من ذلك، إن الأم نفسها كانت تقوم بهذا الدور ولكن على نطاق ضيق، وعلى مستوى من النساء أرفع بكتير من النساء، من مستوى النساء اللاتي كان يترددن على بيت ريا.
التي قالت فيما بعد أن زينب سحابة مثلها، يعني اعتراف صريح أن زينب كانت سحابة زيها بالظبط أمها، ولكن لا تشغل ما بتشتغلش على الستات إلا اللي معلقين شنط في إيديهم. ده كان لها معنى في دماغها أن دي كده تبقى غنية أو معاها فلوس أو يعني حاجة قيمة يعني، فكانت بتشتغل على النوع ده، كل واحد له تخصصه. وبعد الأم عرف إبراهيم سعيد جوز نزلة بنبأ تردد زوجته على بيت ريا سيئة السمعة يعني، وقد نقلته له أمه عن ألسنة الناس، وحين أكدت له نزلة أنها تكتفي بسحب النساء إلى المنزل ولا ترفع ذيلها لأحد، يعني ما بتروحش يعني لأي حد ولا كلام من ده، هي شريفة 100%. صدقها الراجل ولم يعترض، إذ كان المرض الطويل قد أفقده قدرة على الشك أو الاعتراض، أو يعني هو تعبان ومريض مش قادر بقى يزعق ولا يعمل ولا يفتش ولا كده، فيعني استسلم وصدقها واصطدم، أو يعني ما أقدر يعني قدرة الشك أو الاعتراض مفيش، واصطدم ما أشيع عن وجود علاقة بينها وبين عرابي بما كانت قد نقلته هي نفسها لأمها ولزوجها من قبل كده، حول مضايقته لها واعتراضه لطريقها ومطاردته إياها وآرائه لها بأن تطلب الطلاق من جوزها، كانت يعني نازلة بتعترف لأمها بالكلام ده وبيقولها اطلبي الطلاق من جوزك عشان أنا أتجوزك، وبعد انا كمان ما اطلق مراتي ونغورها في داهيه زي ما هو قال يعني بنفس كلمته، فلا عشان يتجوز نزله، فلم يصدق احد منهما تلك الاشاعات، وتظاهر الاثنين بتصديق ادعاءات نزله بانها ترفض كل عروض عرابي، يعني جوزها اقتنع خلاص ان هي بترفض كل عرابي وكل عروض عرابي، وامه كمان اقتنعت، بل وكمان ان هي بتقول انا بشتمه علنا ساعات لما يغلس يعني، وقدام الناس كمان تشهد على كده، لما بيجي يقطع الطريق عليا ساعات بشتمه. ولم يكن في استطاعتهما الا ان يتظاهرا بتصديقها، اذ كان تكذيبها يعني ان يدخلا في معركة مع مين؟ مع فتوة الحتة الرهيب اللي هو عرابي حسان. أما وقد اطمأنت نزلة إلى عدم تعرض أحد ممن كانت تخشى اعتراضهم، وخاصة عرابي الذي لم يجد في انضمامها إلى فريق السحابات في البيت، يعني إن ده كده ما جاتش على حقوقي، إيه يعني بتسحب ستات مش مشكلة أنا كرفيق لها دي حاجة ما تضرنيش، بل اعتبر الكلام ده مساهمة في زيادة دخل المنزل، وده في النهاية يعود عليه برضو، الذي كان هو كان وصل مع ريا وسكينة انه بيحصل على نسبة من البيت، ما بقاش بقى بالعدد البنات اللي بيجيبها ولا كذا ولا كذا، لا ده كان بياخد نسبة. المهم فقد ادركت ان مخاوفها كانت بلا اساس، وانتقلت بدفعة اخرى من ريا الى المستوى الثاني، وقابلت أن تقدم جسدها للرجال. ما هي نزلة جت رجلك في الأول تسحبي، بعد كده هتتعودي على السحب ويبقى بالنسبة لك مش عيب ولا حرام، وتيجي بعد كده رايا تلاقيكي عادي خالص تقوم تقولك بقولك إحنا مزنوقين في كذا، تعالي خشي مع الرجل ده، وأن تنضم إلى فريق النساء اللواتي يقدموا للبيت أو بيتقدموا نفسهم للبيت أو لرواد البيت، إذ كان الدخل الذي يتحقق لها من هذا الانتقال يبلغ أضعاف أضعاف ما كانت تحصل عليه من السحب. يعني نزلة جربت إن هي الله ده أنا دخلت السحب ده فلوسه عبيطة هايفة ما فيهاش أي حاجة، إن أنا دخلت مرة واتنين مع راجل ده إيه ده فلوس بالهبل، وكان شرطها الوحيد هي ألا تدخل مع رجل من أصدقاء عرابي حسان، او اي حد يعرف عرابي حسان ما تدخلونيش معاه عشان هيروح يقول له طبعا، او هيعرف علاقتها بيه ويروح يقول لعرابي هو،
وأن يظل الأمر سر بينها وبين ريا وسكينة. وهي دي شروط كانت أتفه من التفاهة إن ريا تنفذها وتحافظ عليها. كلهم خاينين في بعض. إذ كان الاحتفاظ بأسرار الزباين من الرجال والنساء من أداب المهنة، يعني هي دي شروط وأداب المهنة إنها تحافظ على أسرار الستات والرجالة، يبقى إحنا كده إيه ناس محترمين جدا يعني، أو أصحاب بيوت بغاء محترمة. وفي المرات القليلة التي كان عرابي يفاجئ فيها البنت بزيارته بينما تكون نازلة في خلوة مع أحد الزباين، كانت ريا وسكينة هما اللي بيتصرفوا بلباقة ويستعينوا كمان بحسب الله، يقولوا له خلي بالك لما عرابي يجي احنا هنديك كذا أو نغمز لك كذا، فإيه أو محمد عبد العال كمان عشان تاخده يقعد معاكو وتصرف نظره يا عم عن اللي بيدور مع نظلة، وإن نظلة هتكون جوه مع واحد، فعايزين نتوه عرابي شوية على بال ما نظلة تخلص وتبتدي تطلع لبره واحدة واحدة أو من أي باب كده ولا باب كده عشان محدش يشوفها ولا يراها. شوف الصورة اللي قدامك دي، السوارس دي كانوا بيقولوا عليها سوارس، هي قدامك المنظر ده كانوا بيقولوا عليها سوارس، ودي كانت وسيلة النقل الجماعي اللي موجودة في الوقت ده اللي هو 1889، واستمرت مدة طويلة على فكرة، يعني يمكن استمرت لعصر ريا وسكينة كمان. والحقيقة ان ريا وحسب الله يعني كانوا عارفين الدور المهم بتاع عرابي، بس مع الوقت سرحوا ما بقوش مدركين الدور اللي عرابي بيلعبه وأهمية الدور اللي عرابي بيلعبه، وان هو سبب كبير في استقرار وازدهار البيت، الا لما جه خضع لاغراء بعض اصدقائه بان يلتحق باحد فرق عمال الترحيل الذي كانت السلطه العسكريه تشحنهم في البواخر الحربيه عشان يعملوا او يشتغلوا في خطوط القتال الخلفيه بعد ان اتسعت ميادين الحرب العالميه الاولى، اذ ما كادت نظل يعني إذ ما بدأ إن هو يعني بدأ يختفي من حارة الفرادة حتى استرد الجيران شجاعتهم. إما بدأ الناس عرفت إن عرابي حسان ما بيجيش كتير واختفى، بدأت الناس تفتري وتتشجع وتقوى على بيت الهمام، وبدأوا يعترضوا تاني على وجود سر بيت سري أو بيت بغاء سري جنب بيوت الأحرار. وحاول حسب الله أن يستعيد ثقة الجيران وأن يطفي على البيت مظهر عائلي يبعد عنه الشكوك، فعرض على سكينة وعبد العال اللي هم الذين كان قد انفصل عن الشركة منذ أن اضطرت الأسرة للجلاء عن بيت مينا البصل أن يعودوا إلى الإقامة في المسكوبية معهم. هم قايمين معهم، هم عايشين معهم حاليا، بس بحكي لك الحتة دي ان كان يعني عرابي اختفى شوية فحصل ده السبب، يعني ان هم عرضوا على سكينة وعبد العال، وهي سكينة عبد العال كانوا سمعوا البيت سمع في الدنيا كلها، فكمان كانت بتلمح ان هي لازم تيجي وتعيش معاهم، وكل ده في مصلحتنا كلها عشان يعني يهدي الجو والبيت يبقى عائلي ومحدش يشك في حاجة. لكن ذلك لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا، ولم يبدد الشكوك حول البيت، بل لما جت سكينة وعبد العال الشكوك زادت اكتر. قالك بس ده العملية كبرت قوي قوي قوي، يعني بدل ما اتنين بيديروا البيت يظهر ان البيت شغله كتير وناسه كتير، فجايبين كمان اتنين تلاتة يديروا معاهم البيت، ده العملية خربت. وما كادت سكينة وعبد العال ينتقلان للإقامة في بيت المسكوبية حتى وصل زوجها أحمد رجب باشا إلى الأسكندرية قادما في أجازة قصيرة. المسكوبية قلنا قبل كده ما اسمهاش المسكوبية، لو رحت سألت هناك على حي المسكوبية لك مفيش حي اسمه أصلا المسكوبية، زمان كان اسمه المسكوبية واسمه اتطور لغاية لما دلوقتي بقى اسمه السكونية. المهم رجع أحمد رجب للإسكندرية في أجازة قصيرة من جزيرة مودو روس،
كانوا بيبعتوه في آخر الدنيا عشان ما تشوفش وشه سكينة، حيث كان يعمل في خدمة السلطة العسكرية للحلفاء، ليكتشف أن زوجته قد استطالت غيبته. ياه الراجل غاب قوي، فاتخذت لها رفيقا، قالت اما نشوف واحد بديل. يعني هي برضو الست بتساعدك، بدل ما انت طولت شوية ما هتجيب واحد بديل على بال ما انت تيجي. يا عم ايه اللي فيها، ما تاخدهاش على صدرك او على نفسيتك كده. المهم فاتخذت لها رفيقا يقيم معها، لكنه لم يغضب بالدرجة التي تليق برجل عاد من السفر ليجد رجلا آخر في فراش زوجته التي ما تزال في عصمته. يعني مش عارف انت أجناسكم ايه ونوعياتكم كانت رجالة عاملة ازاي، ده كان في زمان شرف وأمانة واحترام، معرفش الناس دي كانت جاية منين. لا والخيبة ان هما من الصعيد، يعني دي كارثة من الكوارث. المهم يا سيدي الراجل ما غضبش قوي، وفضلا عن ان سنوات طويلة من معاناة الفقر والجوع التي كانت قد علمت امثاله من المصريين الا يغضبوا، فقد كان شديد التعلق بسكينة. يعني بيقول لك سنوات الغربة دي من كتر طولها، فيعني تقدر تقول ما كانوا عارفين ان اكيد مراته هتروح عند حد وتتعرف على حد، يعني ايه مشي حالك. المهم فقد كان شديد التعلق بسكينة التي ردت على عتابه لها لاتخاذ رفيقا في غيبته بطلب الطلاق. يعني بيقول لها بقى كده يا سكينة تعرفي واحد عليا، قالت له يا عم طلقني بس العملية سهلة خالص. فكان منطقيا ألا يتصاعد عتابه إلى غضب، طب وأنا أغضب ليه، أخسر الست وأطلقها بالذمة ده كلام، بل يعني ما هو أنت هزأت نفسك، بل توصل وصل الموضوع وتدنى إلى إيه، إلى توسل ذليل بأن تترك رفيقها لتعود إليه، والنبي سيبيه يا سكينة وارجعي لي، وبدأ يتذلل لها. الله يخرب بيتك، يعني أنا مش عارف نعمل إيه، أنا مني كنت طلعتي ار بي جي ورحت هفطة لقيتين خلصتي عليه، ارجعي لي إيه ونيلي تاني. ولأن أجازة الزوج كانت أكثر من أن تكفي لكي تحسم هذه المشكلة، يعني الأجازة كانت قصيرة، فالمفروض تقول لها إيه، طب أقول لك خليكي مع الرفيق ده على بال ما أرجع تاني نبقى نحل المشكلة، بس المفروض يقول لها كده. والراجل مشي وقال لا طب مش طلقك، ده انا عايزك وبموت فيكي وبموت في صوابع رجليكي. فقلت له طب خلاص خلي الموضوع معلق لغايه لما يجي، لغايه لما انت يا احمد يا رجب تبقى تيجي في الاجازه الجايه تكون طويله شويه، واديني يا عم معايا محمد عبد العال والدنيا شغاله وزي الفل، ايه المشكله؟ قال لا طب ماشي سلام عليكم. ده كده مش مستشفى رايا وسكينه، كده مستشفى المجانين عباسيه ما شاء الله. وإلى اللقاء في الأجازة القادمة، لكن تردده عليها وإقامته معها في بيت المسكوبية أثناء تلك الفترة، ثم عودة عبد العال إلى البيت بعد سفره، أفشلت الخطة يا عيني التي رسمها حسب الله لكي يبدو البيت في نظر الجيران مسكنا لعائلة محترمة جدا تليق بها السكنة في منازل الأحرار. يعني احنا عيلة محترمة وأقل حاجة نسكن فيها بيوت الأحرار، يعني دي حاجة ما تزعلش. بعد أن انفضح سر العلاقة بين سكينة والرجلين، القصة زي ما تقول جوز سكينة يعني بقى متغاظ، فبدأ ينطور بكلام عند الجيران، خلي بالك ده أنا جوز سكينة اللي جوه ده، أنا جوزها، سكينة اللي قاعدة جوه دي ومعاها الراجل اللي هناك ده أنا جوزها، تصدق بس هي مش راضية ترجع لي وقاعدة مع الرفيق مع رفيقها. طب يا عم ربنا يصبرك. ففضح نفسه وفضحها كمان، وقال لك بقى مسيح وافضح الدنيا، ترى بيفتح نفسه هو. واكتشف الجيران النصيبة السودة دي وقال لك الله، يعني سكينة اللي جوه دي عايشة مع عبد العال لكن جوز احمد رجب اللي هو مش هنا او اللي هو واقف بره ده، قالوا لها يعني هي دي ملهاش جوز، والراجل احنا مفكرينه ده جوزها ولا حاجة، قلنا يمكن اتجوزته، ده مفيش زواج شرعي خالص بينهم ولا اي حاجة، ده كده عايشة معاه.
فالناس بقت مغلولة جدا من الموضوع ده بالذات، وبدأوا يزودوا ويكثفوا الضغوط على البيت عشان يطردوهم من المنطقة. وهكذا بدأ آل همام يبحثون عن بيت آخر، لأن المضايقات زادت قوي وعرابي مش موجود، فبدأت يدوروا على بيت آخر يقع ضمن الحدود الإدارية لقسم شرطة اللبان، الذي اقتنعوا بأن أكثر أقسام الإسكندرية ملائمة لعمل نشاطهم هو اسم نشاطهم الاستثماري ده، يعني العمل اللي هو مين؟ اللي هو منطقة اسم اللبان، فهو الحي الذي تقع فيه منطقة كوم بكير اللي أنا صورتها قبل كده. قال لك كوم بكير، كوم بكير يا جماعة في فيديو لها، لما تخش على القناة بتاعتي وتخش على البلاي ليست اللي هي القوائم دي هتلاقي قصة رايا وسكينة في جواها فيديو عن منطقة كوم بكير. تمام، مكتوب قصة رايا وسكينة صلاح عيسى، خش جوه القائم دي هتلاقي فيديو كامل عن منطقة كوم بكير، اتفرج عليه، فيديو هيعجبك جدا جدا جدا. وقال لك بس هو هنشتغل في الحتة اللي فيها الاسم دي جميلة وزي الفل، ودي قريبة من كوم بكير. ايه كوم بكير دي بقى؟ منطقة كاملة للدعارة والبغاء السري وشرب الحشيش والمخدرات، وحاجة فلة، منطقة متكاملة، وكان فيها سينما كمان وفيها كافتريات وأجدع عبارات، كان أشهر مكان في اسكندرية كوم بكير، أشهر مكان في اسكندرية، اللي عايز دعارة اللي عايز حشيش اللي عايز أي حاجة كان كوم بكير، كان أشهر مناطق البغاء الرسمي في المدينة، والذي تعود سكانه على رؤية البغايا، وهن يصعدن الطريق إلى دكاكنهم الواقعة فوق الكوم ليستقبلن زبائنهم بين العصر والفجر، ثم يهبطن إلى بيوتهن الحرة التي يقمن فيها مع أزواجهن وأبنائهم. شفت الطريقة؟ بيستقبلوهم عادي من العصر للفجر للعشاء، ويرجع بعد كده في بيوتهم الأحرار. أدي أحرار، دول اسمهم كده أحرار، يعني يطلعوا يسرحوا الدعارة ويسرحوا الستات والرجالة ويظبطوا ده مع ده وده مع ده، وترجع على بيوتها مع جوازها وأبنائها عشان يكملوا بقية عيشتهم كبيت أحرار. فكانوا بشكل عام أكثر من سكان الأحياء الأخرى تقبلا لهم، اتعودوا خلاص على البغاء والدعارة والدنيا زي الفل. ويعني كل الناس كانت بتتضايق من البيوت دي موجودة، لا دول ما بيتضايقوش من البيت ده موجود، وده حاجة طبيعية خلاص اتعودوا عليها. تمام، واصبح بل ان كتير من احرار اللبان كانوا يرحبون بالتعامل معهم، يعني احرار بس هندير البيت للدعاره مش جنايه، يعني احنا مش احنا احرار خلاص عادي. المهم بيتعاملوا معاهم ومع زباينهم، بعد ان اصبح وجود نقطه المومسات في حيهم مصدر انعاش اقتصادي. احنا احرار وبنبيع ويسكي، ايه الجناي؟ احنا احرار بنورد حشيش للناس للكافتيريا اللي هناك دي، هو ده عيب؟ لا طبعا، دي حاجه جميله، ده العالم دي كانت مجانين وعايشه في مستشفى المجانين فعلا، ده احنا كده عايشين في مستشفى رايا وسكينه، ده احنا كده مش ده رايا وسكينه محترم اكتر منهم والله العظيم. ايه يا عم الخير، على الاقل رايا وسكينه معرفين قتالين قتله وبتوع بغاء، اما التانيين احرار وشغالين في ولعة في كل حاجه. المهم يا سيدي كانوا بيرحبوا بالتعامل معاهم ومع الزبائن بتوعهم، بعد ان اصبح وجود نقطة المومسات في حيهم مصدر انعاش اقتصادي للمناطق اللي هم ساكنين فيها واللي حواليهم واللي قريبة منهم، في وقت كانت الازمة الاقتصادية جامدة جدا تأخذ فيه برقاب الجميع، كله كان يعني بيضطر ابته وبتموته من الجوع، فلم يجد ملاك العقارات غضاضة في تأجير حجراتهم للعاملين والعاملات في النقطة اللي هي نقطة المومسات ديت، يقول لك عادي ما هم بيخلصوا شغلهم ونأجر لهم أوضة يجي يناموا فيها، تجيب بقى معاها ما تجيبش معاها ملناش دعوة، من دون أن يهتموا باعتراض الأحرار من المستأجرين الآخرين. ما العملية قلبت بقى، وانتعشت المقاهي والبارات والحي كله
اصبح بيتاجر ولمومسات ودعاره وبغاء، والحي اتقلب كله بقى يعني في نسبه مثلا 10% احرار، وتلاقيهم شغالين من تحت لتحت برضه. المهم انتعشت المقاهي والبارات ومحلات العصير والشربات والمطاعم ودكاكين البقاله في الشارع المحيطه بها، ووجد كثيرون من الصبية والفتيات الصغيرات من أبناء المنطقة أعمالا متنوعة. ما هو كله بقى الحكاية دي فتحت شغل جامد. إيه الأعمال المتنوعة دي؟ إن هم بقوا يبيعوا حاجات كباعة متجولين، ويمشوا في الزقايق يعني بحاجات أنواع من السلع لا حصر لها. كان في منهم اللي بيعمل بطاطا مشوية، وفي اللي كان بيبيع مياه غازية، وكان في منهم نوع تاني يمشي بمشاط وفلايات ومناديل راس وكلام من ده، وفي كان بيبيع كحل، وفي بيبيع بنس الشعر والأربطة الرباط عشان تربط ضفيرتها وكلام من ده، حاجات كتير من الأنواع دي. حبيت أقول لك بس الأنواع دي عشان تاخد فكرة إيه الجو اللي كان ماشي يعني. كذلك يعني أهم مراكز تجارة الممنوعات كالحشيش والأفيون والمنزول اللي كانوا بيقولوا عليه ده والكوكايين والمنشطات، كان كل ده موجود فين؟ في مركز كومباكير العالمي، مركز التجارة العالمي الكومباكير. ولأن الهمام كانوا كغيرهم ممن ينشطون في المجال نفسه يدركون من تجربتهم مدى أهمية وضرورة أن تكون بيوت البغاء السري قريبة من نقطة البغاء العلني. حلو قوي ده، لازم كده فعلا عشان يبقى احنا دي النقطة يعني ومتحامين فيها يعني. حيث تتراخى قبضة التقاليد الاجتماعية، اما انت تكون ساكن جنب نقطة بغاء يبقى اللي حواليها دي بيشوف واحدة داخلة مع واحد بيكبر دماغه، بيشربوا حشيش بيكبر دماغه وهكذا. المهم مبقاش فيها تقاليد قوي زي حي محترم يعني. وتتسع الفرصة بقى في الحالة دي لإيه؟ للتمويه على نشاطهم غير القانوني، وكله يشتغل من تحت لتحت، مما يكفل لهم استقرارا نسبيا ماديا. والأهم من ذلك أن تلك المناطق وما والمجاور لها واللي قريب لها هي السوق الطبيعية التي يعرفها طلاب المتعة. بقى خلاص أي بني آدم بيسأل على عايزين نروح النهاردة نجيب بنت ولا نجيب ولد ولا نشرب كذا، بس كومباكير خش على طول. تمام، بقت شهرة عالمية بقى، وعلى فكرة اتشهرت في اسكندرية فعلا وفي جمهورية مصر العربية كلها. كان بيجي من الصعيد ومن اخر الدنيا ومن القاهرة ومن هنا ومن هنا. احنا اتولدنا ونسمع عن كومباكير ويحكوا لنا عنها حاجات، بس طبعا ما شفناهاش ولا كلام من، بس كانت يعني حتى تأليس الناس كانت تضحك مع بعض ويتهزروا مع بعض، يقول لك كومباكير ومش كومباكير. زي ما كانوا برضو يهزروا على آل كابوني ومش آل كابوني والشيخ علي. الشيخ علي ده بار واسمه الشيخ علي، فكان الناس بتقلس برضو على الحاجات دي. وكان بيتردد عليها المستهلكين جدا الراغبين في المتعة واللي عايزين يشربوا، وده بيوفر عليهم نفقات ان هم يعني يروح يستدرجوا واحدة او يسحبوا واحدة. فالناس كلها كانت جاية على الحي، ليه؟ حي مسمع، فهو يعني لم جايب زبونه لوحده يعني. فقد كانوا حريصين على ان يجدوا مسكنا قريبا من مسكنهم المسكوبية، لانه عملوا سمعة في الحتة دي، ولو اتنقلنا الحتة اقرب شوية مش هتبقى نخسر كتير يعني. لكن رائحتهم التي كانت قد فاحت وسمعتهم السيئة التي كانت قد زاعت، خاصة خلال الفترة التي ارتبط فيها اسمهم باسم عرابي، حالت بينهم وبين تحقيق هدفهم، فاضطروا الى استئناف التغريبة الغربة الجديدة بقى، وعادوا مرة اخرى لفين؟ لمينا البصل. كده عرفت التسلسل، نقدر نقول ان هم عادوا الى نقطة البداية يعني، تقدر تقول كده ان هم دخلوا الاول كرموز ومينا البصل، ويعتبروا رجعوا للبداية تاني. وريا كانت اتقابلت صدفة في سوق الجمعة بمين؟ خد المفاجأة دي، بعديلة الكحكية، ولم تكن قد رأتها منذ أن ماتت شقيقتها نبيها.
فاكرين لما قلنا ان عديله بتيجي تزورنا بيها اللي كانت عيانه في بيت ريا وسكينه، فكانت بتشوفها، فمن يوم ما اختها ماتت ما شافتهاش عديله الكحكيه. ونبيها دي خلي بالك كانت بتشارك برضو بيت آل همام السكن في بيت الخواص، اللي يعني اقصد بتشارك يعني ساكنه معاهم يعني عشان تفتكر بس البيت اللي هو كان الخواص. وبعد ان الاتنين حضنوا بعض وباسوا بعض وتبادلوا الاتنين الذكريات عن الاخت الراحله الله يرحمها، ده كانت بغاء عالمي. ويعني وريا يعني اتأثرت ان دي بنذكر واحده من البغايا العالميين، فراحت ريا معيطه بدموع التماسيح على جارتها اللي هي الموت اخدها في عز شبابها، بغيه في عز شبابها تتاخد. فعيطت ريا بدموع التماسيح وعملت فيلم عربي صغير كده. دارت أو دار الحديث بمهارة إلى أحوال عديلة، إذا كان سحبها من بين مشروعاتها القديمة التي لم تتح لها الظروف فرصة تنفيذها. يعني أنا أقصد يعني بتتكلم معاها إن هي كانت في دماغها وكانت نفسها تسحبها، فما ده كان يعني حلمها القديم وما جاتش الظروف خلتهم سابوا البيت وما طالتهاش، فكانت طبعا نفسها تنفذ الحلم القديم. وكانت المعلومات التي حصلت عليها من عديلة الكحكية كانت تبعث إلى التفاؤل. يعني احتمال كبير قوي عديلة الكحكية المزة دي ممكن نسحبها وتيجي تشتغل معانا. فخلال العام الذي انقضى على آخر لقاء بينهم انقلبت أحوال عديلة الاجتماعية انقلابا تاما. ليه بقى؟ ايه التغير اللي حصل عند عديلة؟ فقد مات زوجها فأصبحت وحيدة. دي كده أجمل فرصة لريا إن هي تقدر تسحب عديلة كحكية. أم أصبحت وحيدة وهي على مشارف الثلاثين، عندها 30 دخل على 30 سنة، وسايب لها سايب لعديلة كحكية 3 صبيان. يعني مأساة والله العظيم يا أخي، تحس الظروف الوحشة بتجري ورا الناس أحيانا. 3 صبيان أكبرهم في 12 يعني عنده 12 سنة، مما اضطر إلى بيع نصيبها في المنزل اللي ورثته هي وشقيقتها الست عن أبيهم لتستطيع أن تصرف على تربية أبنائها. ولأن الأب كان متزوج من أخرى غير أمها أنجب منها ابنا وابنة، فإن ما حصلت عليه ما قبل بيع حصتها في المنزل كان أتفه من أن تعتمد عليه. يعني اللي هتاخده ده عمالة تقول أنا هصرف بيع العيال، طلع تافه ملوش لازمة. فدفعت بأكبر أبنائها لأحد معامل السجاير، قالت لك ده كده ده أنا كنت معتمد على الورث وطلع منيل بستين نيلة، فانا هعمل ايه؟ هبعت ابني الكبير يشتغل في معمل السجاير، هيعمل بيقعد يقص الدخان والورق بتاعه ومش عارف ايه. وراحت كمان ودت ابنها الوسطاني احد المطاعم عشان يشتغل صبي عند صاحب المطعم ده، اما الابن الاصغر خالص فهي تبحث له عن ورشه او دكان تشغله فيه على حاجه بقى صبي بليا لسه يعني بيتدرب وبيعمل وبيشتغل، فهو ملوش الا كده. لم تفت دلاله هذه البيانات على ريا، كل ده ما عداش على ريا التي تشبثت بالفرصه اللي هي جايه لها على طبق من ذهب، حين تطرق بها الحديث الى بحث آل همام عن منزل يستاجرونه. بتقول لها انا بدور على بيت، انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها والله انا بدور على بيت عشان نأجره. فاشارت عديلة لها وقالت لها في هناك منزل من طابق ارضي يقع في حارة قريبة من المنزل اللي انت كنت تقيمي فيه، وفي مواجهة المقهى الذي يستأجره زوج شقيقتها جوز اختي مأجره بمينا البصل، ومأجر قهوة في وش البيت ده على طول، وده يبقى نكبة عليكم. أصحابه بيعرضوا له الإيجار
يعني انتي جايه لي في يعني حظك حلو قوي. وفي خلال ايام كان آل همام يغادرون حارة المسكوبية ليعودوا مرة اخرى للاقامة في ميناء البصل. المسكوبية اتحدى اي واحد بيحكي عن قصة ريا وسكينة يقول لي المسكوبية فين. Where is مسكوبية؟ اي واحد بيعمل قناة او كده يقول لي المسكوبية فين. التي لم يكن حارة المسكوبية عشان يرجعوا مرة أخرى للإقامة في ميناء البصل التي لم يكن قد مضى على مغادرتهم لها سوى أقل من عام. يعني يا دوب من عام كانوا ماشيين من ميناء البصل رجعوا لها تاني، ناس يعني سمعتهم زي الفل، كانوش بيطولوا في بيت. وعلى الرغم من إن حسب الله كان يعمل كان بيحمل سكين المسؤولية عن أضرار الأسرة لمغادرة حي اللبان والابتعاد عن السوق الطبيعية اللي هي تمشي حالهم والمكان الطبيعي إن هم يشتغلوا فيه عشان يصرفوا بضاعتهم، بسبب غبائها وعدم انضباطها مما يثير الرجال المتسرعون عليها من مشاكل، إلى أنه لم يعد إلى رفع شعار الانفصال. قال لك انت بتعمل لنا مشاكل، بس يعني ما جابش سيرة الانفصال المرة دي، حس ان هما جزء لا يتجزأ من بعض. وانه كان يعلم ان فرصة بقائهم في بيت المسكوبية اخذت تتضاءل، قلت خالص من ساعة مسافر عرابي للعمل مع السلطة العسكرية، وهو كان واخد باله من الحتة دي شوية ان بدأ تأثير عرابي يبان، وكان حمينا وكان زي الفل وما كناش حاسين بيه، فعشان كده ما اكدش قوي على الانفصال، لان قالك مش سكينة بس هي السبب، لا مشيان عرابي برضه هو السبب. وان الفضيحة التي اثارتها عودة احمد رجب لم تود الى لم ما ادتش يعني الى الاسراع بترحيلهم، مش هي السبب قوي برضه، هي الناس اتجرأت علينا عشان عرابي مش هنا، عرابي حسان مش احمد عرابي. وفضلا عن كان ان هو كان ما يزال يؤمن بان اقامة سكينة معهم تكفل لمسكنهم ساترا معقولا، فقد كان البيت الذي دلتهم عليه عادلة كحكية بيتا فسيحا يتكون من طابق واحد يضم اربع غرف وفناء، مما اضطره الى قبول شراكة سكينة لان البيت كبير. ونقعد اجر كل ده؟ لقى سكينة ورفقها تعالوا بالمرة، وهم يعني يعتبروا أقل ضرر بقى، مش زي زمان يعني لا هو ضرركم قليل، انتوا جايين ساكنين من البداية معاك واحد زي عبد العال، فخلاص هيقولوا جوزها هيقولوا كذا، وعبال ما يكتشفوا يكونوا طفشوا من البيت. وقال لك كمان طب ما انا لو ما جبتش سكينة هجيب حد غريب اشاركه، لا 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 دي مهما حصل هيبقى دول أقل ضرر من شراكة الغرباء اللي هم طبعا يعني هيقرفونا وهيتطفلوا وهيقولوا ايه ده بتعملوا ايه، وايه الست اللي داخله وايه الست اللي طالعه، والله اعلم يوافقوا ولا ما يوافقوش. المهم يا سيدي، شايف الناس بتتفرج على طابلوهات ريا وسكينة وانا قاعد فوق خالص في الطابلوهات فوق. المهم قال لك نقبل شراكة ريا وسكينة ورفقها محمد عبد العال احلى خلاص، لان التاني ممكن فعلا يوقفوا نشاط البيت وممكن يسعوا لقفله كمان، يبقى ما عملناش حاجة. لكن قبول حسب الله لمشاركة سكينة وعبد العال في المسكن لم يمتد لقبول مشاركتهم في ادارته او ارباحه او حتى في الامور المعيشية التقليدية. وساعدوا على ذلك ان البيت نفسه كان ينقسم الى جناحين، يتكون كل جناح من غرفتين فضلا يعني غرفتين هنا ومستقلين وغرفتين مستقلين، فضلا عن مدخل مستقل لكل غرفتين من الغرف دول، وكمان بيفصلهم باب داخلي اغلق وراح جاي حسب الله قفله الباب، يعني بيفصل الاوضتين دول عن دول في طرقة او في سكة اصلا بينهم باب راح قفله، منع الدنيا خالص. وحرم على سكينة وعبد العال استخدام مدخل الجناح الذي يقيم فيه في الدخول او الخروج، ما تخرجوش من هنا خالص، انتوا لكم حتة تانية هتروحوا تخرجوا منها. وميز نفسه
عليهم بالاستحواذ على الجناح اللي هو ايه بتخشه الشمس، يعني بيطل على النيل، وبطل على ويطل على الفناء اللي هو الشارع الرئيسي نفسه، وترك لهم الجناح المظلم من المنزل، وبرر ذلك كله بأنه هو لا يريد أن يتحمل أمام الجيران المسؤولية. واعي يا ابن اللئيمة، أنا حطيتكم في الحتة المظلمة دي عشان تداروا بقى عن الجيران اللي يجي ومحدش يشوفكم ولا حد يعمل أي حاجة، عشان تسكنه ممكن تعمل لنا مشاكل من مشاكل والكوارث اللي عملتيها قبل كده، فهنضطر للرحيل مرة أخرى. لأ، خليكوا قاعدين في الحتة دي، ما هياش جناية لو قعدتوا فيها. ومع إن إقامة الأسرة في البيت ده قد امتدت إلى 8 شهور، إلا أن نشاطهم الاستثماري فيه كان يدور في نطاق ضيق، مش زي التاني عمل شهرة واسعة وسمع في كل حتة، لا ده كان في نطاق ضيق بحكم الانكماش الشديد في سوق الطلب بالمقارنة إلى ما كانت عليه في السوق في المسكوبية والفراهدة، إذ كان يقتصر على الحمالين الذين يعملون في ميناء البصل ومعظمهم من أهل الصعيد أن يتقاضون أجورا ضئيلة. يعني الحي مش غني، الحي فقير، وكله منين؟ عمال شغالين في ميناء البصل وقبضهم قليل، فبالتالي الشغل هيبقى قليل، وما كانش فيه فائض لهم، يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، عشان بقى يروح يدور على ملذاته ولا يدور على شهواته ولا كذا، قالك ده اللي جاي على قد اللي رايح، ده احنا هنشحت كده. وبحكم تدهور مستوى السلع التي يقدمها البيت لرواده، لان مفيش دخل بقى نطور ونعمل، فالسلع بقت يعني متدهورة، حاجة مستوى ضايع في البنات. وما كانش بقى بعد ما الفترة طولت والفلوس وحشة، اللي اتبقى من البغايا شبه اللي هم متفرغين للبيت، ما بقاش فاضل غير فتاة واحدة، وهي مين؟ اللي هي كان اسمها هانم الفلاحة، التي عملت مع ريا وسكينة منذ كانت تدير بيت الخواص، يعني دي معاهم أقدم واحدة معاهم، بينما كانت الأخريات من فتيات الطريق اللي كانوا بيشتغلوا بعض الوقت وحسب الظروف اللي بتطلب، مطلوبين ولا مش مطلوبين، يعني دول كلهم يعتبروا طفشوا، مما جعل كثيرين من رواد البيت يكتفون بزيارة واحدة، بدل ما كان بيجي على البنت دي عجباه والبنت دي عجباه ويقول لك يا عم كفاية زيارة واحدة، وكان بيجي زيارة واحدة لا يكرر ما يكررهاش الا نوادر لما يجي تاني. ليه؟ ما خلاص، ما البندوكو بنت واحده، فاحنا بنيجي على دي بس وخلاص، مش هكرر، لما تجيبوا بقى بنات تانيه اباجي. ولان سحب عديلك كحكيه الى العمل مع ريا وسكينه كان من بين المغريات التي دفعت ريا لاستئجار المنزل عشان تبقى قريبه ولازقه في عديلك كحكيه، وهي كده كده بتدور على منزل برضو، فمش هيفرق معاها. فقالت لك الله، ده تبقى جاية في حلوة قوي، انا عايزة عديلة ولازم اسحبها وهأجر بيت جوه البيت. فقد حرصت على توثيق علاقاتها بشقيقاتها الكبرى، اخت عديلة اسمها ايه، ستيتا، اخت عديلة الكبيرة، وكانت ساكنة في نفس المنزل المواجه لمنزل الهمام فوق القهوة اللي اخوها بيأجرها، جوز اختها مأجرها ولا ايه، الهمام فوق القهوة اللي كان بيديرها جوز اختها اللي هو اسمه ايه، ابو الشام. وبعد شهور قليلة نجحت في مهمتها ريا وسكينة، فاصبحت عديلة تغادر منزل شقيقتها بمجرد ان تتلقى اشارة متفق عليها بينها وبين جارتها ريا لكي تلتقي بالزبون سعيد الحظ. يا ولاد العفريت، يا ولاد الشياطين، جابوها برضو سكة ومسكتوش أبدا. ورفع انضمام عديلة إلى النساء التي قدمنا للبيت، اللي بيروحوا لرواد البيت، يعني بدأ الزباين تكتر على البيت، يعني فعلا حلمها اتحقق، وبدأ فعلا الزباين يكتروا جدا جدا تدريجي كده على البيت،
واسم عديلة بقى في السما فعلا، والبيت بقى يعني بقى الطلب يزيد على البيت، وبقى وهم اتشجعوا ان هم يعملوا البيت ويعملوا خدمات فيه، وبدأ ناس كمان من القديمة ترجع للبيت، قال لك بس ده البيت بدأ يرجع على حلو تاني، جايبين حتة دين بنت ما حصلتش. فكان على الرغم من قصر قامتها، لكن هي كانت بيضة وملفوفة القوام وجميلة الوجه والتقطيع وحلوة قوي، لا توحي شكلها بأن هي من الناس المحترفة البغاء، لا دي هاوية بقى أو هم صايدينها منين ما نعرفش. فعملت اسم جامد جدا عديلة الكحكية، وبدأ البيت يزدهر تاني. ونكمل إن شاء الله المرة الجاية، أو العنبر ب11 نكمله المرة الجاية، أقصد يعني إلى اللقاء في الحلقة 11. سلام.